السلام عليكم اخواتي اخواني متابعي قناه الشهر الجزائريه، اللي ان شاء الله سنتناول عشبه معروفه عند الجميع وهي عشبه الزعتر او الزعتر. هدفنا من هذا الفيديو هو التعرف على بعض فوائد الزعتر الذي يعرفها اغلبنا، وكذلك طريقه تناول هذه العشبه. اي نحاول ان نجيب على التساؤلات التاليه: ماذا عن الزعتر؟ ما هي فوائد الزعتر؟ باختصار ما هي طريقه تناول الزعتر؟ اذا ماذا عن الزعتر؟ الزعتر أخواتي إخواني هو السعتر أو الصعتر، وهو نبات مشهور من فصيلة الشفوية، ويكثر بصفة عامة في دول حوض الأبيض المتوسط، ويطلق عليه صفة المفلح الجبال، وله رائحة عطرية قوية وطعمه حار مر قليلا. ما هي فوائد الزعتر؟ يساعد الزعتر أخواتي على علاج السعال الديكي والتهابات الشعبية ورعبه أي الضيقة والبلغم، كما يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعابي، فيهدئ الشعاب الهوائية ويلطفها، حيث يشرب منه مغلي الزعتر، ويستخدم زيته أيضا في دهن الصدر قبل النوم لتخفيف من حدة السعال. ويعمل الزعتر أخواتي إخواني على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه مسكن للآلام ومطهر ومنشط للدورة الدموية. كذلك أخواتي إخواني يعالج أو يساعد في علاج التهابات المسالك البولية والمتانة، ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه يساعد على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر، كما يساعد على الهضم أي هضم وامتصاص المواد الغذائية والاستفادة منها. وكذلك فهو طارد للفطريات والطفيليات المعروفة وقاتل للميكروبات، نظرا لاحتوائه على مادة الكالفاكرول. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه نبات قابض، حيث يعالج حالات الإسهال، ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون. ويحتوي الزعتر كذلك على مواد مضادة للأكسدة، إذا فهو يحارب الجذور الحرة التي تسبب أغلبية الأمراض. كما أنه أخواتي إخواني تناول الزعتر مع زيت زيتون مفيد جدا لتقوية الذاكرة وسرعة استرجاع المعلومات المخزنة وسهولة كذلك الاستيعاب. وأنه أيضا أخواتي إخواني يساعد على تنشيط جلد الرأس ومنع التساقط وكذلك تكتيفه أي تكتيف الشعر أي زيادة الحجم. وأيضا يفيد الزعتر أيضا في وجع الأسنان والتهاب اللثة، وخاصة إذا طبخ مع القرنفل، وينصح بالتمضمض به وهو بارد، كما يقي الأسنان من التسوس وخاصة إذا مضغ وهو أخضر طازج. وأيضا أخواتي إخواني يساعد الزعتر كذلك في علاج التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية، ويساعد كذلك الجسم على التعرق في حالات الحرارة والأمراض. كذلك أخواتي إخواني يخلط الزعتر مع مرهم معين لمعالجة التآليف أي تلب. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه يستعمل في صناعة عطور ومركبة التجميل والصابون ومزيلة العرق، كما يستعمل في تحميض الموتى، ويستخدم في حفظ اللحوم وكذلك، ويدخل كذلك في تتبيله عند الشواء، ويستعمل في حالات الصدفية أي الأكزيما ومعالجة الحروق الجلدية. ويعتبر أي الزعتر طارد للبعوض يعني الجلد، ويستعمل كذلك في علاج مرضى السكري وينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابة بالمياه الزرقاء. ويعمل على تنقية الدم عند شرب مغلي الزعتر مع العسل على الريق يوميا، وهو كذلك مفيد في تفتيت حصوات الكلى. الآن ما هي طريقة تناول الزعتر؟ تغلى أخواتي إخواني عروق الزعتر المزهرة وأوراقه مع الماء وتشرب كالشاي، وذلك بتناول مغلي عشب الزعتر بنسبة نصف ملعقة لكل كأس من الماء الساخن بدرجة الغلية طبعا مع ملعقة عسل. ويتناول المريض كأس واحد إلى 3 كؤوس من شاي الزعتر في اليوم الواحد لعدة أيام. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.